التأسيور. إذا خياتي اللي عملته هي عندها معمل وأصلاً فيري مشحوطين مثلها فيري ستايلش ما في منهم ما بيكون في منهم ورا مطرح فكأنه ملبقين على الفستان يعني هن فكروا انه توني ولد ستيليست هول جايين مع الفستان مش شو توني ولد اذا بدك تشتريهم كون ميرنا خيات او كون مي لانه صاروا هيدي ف ايه